قال لي البروفيسور هيكل، البروفيسور هل من تفسير علمي لهذا الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات؟ أو أولا أؤكد ما قاله زميلي الأستاذ شكيب، فالحالة الحرجة تتعلق طبعا بواحد تراخي ديال واحد النسبة ديال المواطنين اللي ما احترموش التدابير الاحترازية أولا، ولكن ثانيا كما فسر الأستاذ شكيب النسبة ديال التشخيص اللي ارتفعت واللي اعطتنا حالات جديدة، ولكن حالات جديدة ايضا اللي كان واحد التاخر لاستعمال المراكز الصحيه، ولاحظنا بان في الفتره الاوليه من مارس حتى يونيو الحالات كانت بدون اعراض، نسبه عاليه من الحالات كانت بدون اعراض. اليوم تنلاحظوا في الميدان بان الحالات الجديده باعراض وحالات أكثر خطورة، لأن كاين أولا وقبل كل شيء واحد التأخر للتشخيص والاستعمال طبعا المراكز الصحية للتشخيص والتكفل بهذا المرضى. الحالة الوبائية تبدلت واحد الكيفية عالية، ولكن واخا النسب بقات كيف تكلمنا عليها بقات النسب، لأن اليوم النسبة ديال الإماتة بقات في واحد المستوى ديال 1.8%، الحالات تحت المراقبة الطبية ارتفعت واحد الكيفية هائلة، ولكن النسبة ديال الحالات الحرجة مقارنة مع النسبة ديال الحالات تحت المراقبة الطبية فبقات في واحد النسبة اللي معقولة، ولكن النقص ديال الخطورة هو اليوم كاين، لأن تنلاحظوا احنا كمهنيين بأن الحالات كثرات والحالات الحرجة أيضا، لأن ما احترمناش في واحد نسبة عالية تدابير احترازية. هذا هو الحالة الجديدة الوبائية في المغرب. نعم، وبخصوص هذه النقطة بروفيسور التي ذكرها البروفيسور جعفر هيكل، أعود إليك البروفيسور شكيب عبد الفتاح، هل عدم احترام التدابير الاحترازية هو الوحيد أو السبب الوحيد وراء هذا الوضع الذي نعيشه اليوم؟ لا بتاتا، لأن أنت طرحتي في السؤال البروفيسور هيكل واش عندنا تفسير علمي؟ ما عندناش تفسير علمي، لأن ليس هناك أي دراسة علمية وبائية دقيقة تعملت باش تفسر كيفاش هذوك الناس تعادوا، سواء الناس العاديين أو الناس مثلا في البؤاب، لحد الساعة ما عندناش. فإذا ما يمكنناش نقولوا بأن عدم احترام التدابير هي العامل الوحيد. كاين عوامل عدة. شنو هي العوامل؟ اولا الفيروس كيتنقل ما بين الناس، فاذا الا كان قد ما كثروا الناس فغادي يتنقل بكثره، هذا عامل مهم.